باظت خالص. ها لا يا جماعه بجد، انتوا كنتوا محتاجين تبقوا معايا وتشوفوا منظرها. يا حرام كانت عامله ازاي، او اللي انا عملته. انا كان نفسي اصور لك. ثابت عليا والله العظيم. ما يصعبش عليك يا غالي، على الله تعمد وتبعد عني. ما خلاص بقى يا بيبو، عرفنا الحل، معانا نجمه الاوسكار. صح. لا انا اول مره خليتك تجرب كده فور فري علشان تطمن، بس بعد كده كله بحساب. هتاخدي مني فلوس؟ لا انا ما باخدش فلوس. صاحبتي حبيبتي، انا فخوره بيكي جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه، نروح نلحق مشوار خاله لازم اوصله الدكتور؟ لو ما وراكيش حاجه انا ممكن اوصلك. طيب ماشي، روحي انت ياسمين. طيب اوكي ماشي، همشي انا بقى. باي باي. ده خالك ده اللي ما بيحبش الكشري. ايوه هو، سلم لك عليه. باي باي. باي باي. بنت جدعه جدا قوي قوي، بس انت مش فاهم قصتها قد ايه حزينه. وهي صغيره ابوهم امها ماتوا في حادثه، وخالها بقى اللي خدها ورباها هي ومراته عشان مش بيخلفوا. طب شوفي الجمال، عايشه ماساه ومع ذلك بتضحك طول الوقت. بتفكرني بنفسي. ماساه ايه بس وانت رايح تقابل فاتنه المطار؟ اوبا، غير بتاعت المركب والنيل. الله اكبر عليك يا بيو. طب ما تحكي لي. احكي لها والنبي. بصي بقى يا حبيبتي، انا عايزاكي تاكلي كل انواع الاكل. العيل اللي في بطنك ده ملوش ذنب، فاهمه ولا لا؟ ربنا يهدي سركوا. قادر يا كريم، النبي منكدين عليا، لما تعوزوا حاجه ابقوا نادوني. خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. انا عارف ان انا مهما قلت مش كفايه، بس صدقيني انت دخلتي وانا كنت برمي عليها اليمين. صحيح، كتر خيرك والله. هلا يا ندمان، انت اكيد حاسه بده صح؟ مش قادره احس باي حاجه غير بالكسره والخذلان. مش قادره احس غير اني مش كفايه. طب ما تقوليش كده. على فكره انا اتفقت مع منتصر ان انا ابعت لك العربيه بالسواق تجيبك لحد هنا، عشان ده بيتك وبيت ابنك، ما ينفعش تسيبيه. ازاي ما فكرتش في كل ده وانت نايم في حضن صاحبتي من ورا ظهري؟ غلط. وهو مين في الدنيا دي يعني ما بيغلطش؟ غلطة على غلطة تفرق يا مدحت. أنساها إزاي دي؟ أعديها إزاي؟ هو أنت عرفت منين إن أنا كنت عند منى؟ مين اللي قالك إن إحنا اتجوزنا؟ جالي تليفون من نمرة معرفهاش. ده اللي همك بجد؟ ده اللي هممني عشان نفضل عيلة واحدة. وعشان أنا متأكد إن عمرو أبو الهنا هو اللي مخطط لكل ده، نفسه يكسرني. يبقى أنت اللي اديته الفرصة. طب ساعديني. اقفي جنبي. وانا مين يساعدني ويقف جنبي؟ عشان خاطر يا مدحت سيبني امشي، ابوس ايدك، انا مش قادره. ماشي، انا هوصلك العربيه، بس كلامنا لسه ما خلصش. اجري بسرعه يا بنت، شيلي لها الشنطه دي، بطنها مليان. استر يا رب، هنعمل ايه دلوقتي؟ يا رب يا رب، احنا مش حمل خراب بيوت يا رب.